اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان، قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا، فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا ياخذ النسوانا، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا، بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله، لا إله إلا الله أكبر، سبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله وأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلى عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فما كل الكون أجمع، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
ليست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما يا رسول الله قدها من هولنا فضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى أشبعت شفاع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وجاشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع يا الله مرحبا يا نور عيني
مرحبا جد الحسيني مرحبا يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لذنوبي ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلاء.